السلام عليكم. هذا أنا كان وزني 105 كيلو، هلأ صرت 85 الحمد لله رب العالمين. صار جسمي أحسن وصار في رشاقة أكتر وفيه راحة أكتر الحمد لله رب العالمين. وحركتي وقومتي وقعدتي كلها تغيرت، حتى مسكنات ما باخد، كله بإشراف الدكتور أحمد عطية الدهشان، استبدال عن المسكنات، والحمد لله هلا أنا أحسن من أول بكتير، فضل من المولى وشكراً.